بسم الله الرحمن الرحيم. يوم 23 شهر يوم خميس بالضبط 7:15 توجهوا منين من النهضة بسيارات سلفادور اللي هي مال سوات. ضربة ودخانيتين فقط، بس ضربة ورصاص حي. هاي واحدة من القوانات. تقدموا على المتظاهرين وصلوهم لهذا الجسر اللي هو النزلة مال خلاني. زائدا ضربة وطلقات هاي مال الصيد اللي هي البومبكشن. قمع المتظاهرين السلميين. بومبكشن ورصاص حي. وهاي طلقة مال بومبكشن. خاف يقولون ماكو. هاي هسه لقيناها بالقاع. يما نتقدموا علينا ويضربون قص على العالم، لا فوقهم ولا شيء.